عرفت مختلف مراكز محو الأمية على مستوى ولاية تبسة تسجيل أزيد من 3000 متمدرس، حيث تتواصل المساعي لتخفيض محو الأمية، وذلك بإشراك كافة الأطراف المعنية بهذه العملية. حسب مدير ملحقة محو الأمية سيد كامل مرح، تغطية الورد مباركة وعمر بوعكاز. على مستوى ولاية تبسة، حيث تم تسجيل عدد من الأميين بهذه الفصول والذي بلغ حوالي 3194، من بينهم 166 ذكور، 3028 إناث، موزعين على فصول مستوى أول مستوى ثاني، يؤطرهم حوالي 126 عون، موزعين على 3 فئات: فئة أعوان متعاقدين مع الديوان عددهم 108، فئة أعوان عن طريق الإدماج المهني أو في إطار الإدماج المهني 12، وفئة أخرى متطوعين عددهم 6. عدد الفصول الآن على مستوى الولاية هو 25 فصل ريفي، 24 شبه حضري، و 142 حضري. حاولنا باش نغطوا جميع البلديات، لكن هناك إشكاليات مطروحة أمامنا دائما، ليست لهذا العام بل في الأعوام السابقة وما زالت مطروحة، ونحاول في كل مرة نعالجها، اللي هي أنه فتح قسم أو فتح فصل من فصول محو الأمية يتطلب 3 عناصر: يتطلب الأميين كفوج، يتطلب الهيكل، يتطلب المؤطر. احنا نعتمد دائما وابدا على المجتمع المدني، على الجمعيات الناشطة في هذا الميدان لكي يساعدونا.